أوصى رجل إلى آخر في حياته بأمواله لأولاد ابنته ذكورا وإناثا، وكان له عاصب في ذلك الوقت أخ أو ابن أخ، وكانت والدتي رحمها الله من ضمن الموصى لهم، كان ذلك منذ 50 سنة تقريبا، وعطيت والدتي شيئا من المال الموصى به، وقسم ذلكم المال على النحو الذي ذكرنا. ما حكم هذه الوصية والمال الذي قسم بيني وبين إخوتي بعد والدتي؟ وإذا كان حراما فهل يجوز التصدق أو التبرع بما أخذنا؟ وهل هناك إثم على والدتي؟ ثم إني أحيطكم علما بأن للموصي عاصب بن ابن أخ لا زال موجودا وهو يعرف كل شيء، لأن وقت الوصية لم يكن له حول ولا قوة لأنه كان صغيرا. أفيدوني عن هذه القضية جزاكم الله خيرا. ليس للإنسان الموصي إلا في حدود الثلث فأقل، فالإنسان الموصي بعد وفاته في حدود الثلث فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالكا يتكفهون الناس. فليس للإنسان أن يوصي بعد موته بشيء من ماله إلا في حدود الثلث، وليس له أن يوصي الوارث بشيء إلا إذا رضي الورثة بعد الموت. فإذا رضوا بعد الموت ونفذ الوصية صح، فالحق راجع إلى الورثة فيما زاد عن الثلث. والذي وقع في السؤال عمل غير صحيح، الميت لا يصح له إلا الثلث فقط، وما زاد عن الثلث فإنه يرد على عاصبه على أقرب الناس إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عندك، قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض كتاب الله، قوله تعالى الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم فصل ذلك في آيات المواريث في سورة النساء في أولها وفي آخرها. الحاصل أن هذه وصية غير صحيحة إلا في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث فإنه حق للوارث الذي هو ابن الأخ كما ذكر السائل إذا لم يكن هناك غيره، فإن سمح بحقه فلا بأس، وإلا فإنه يرد عليه ما زاد عن الثلث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.